أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحومة عفاف بنت آمنة خاسكية من الطير المثلث، غفر الله لها ورحمها واسكنها فسيح جناته. بسم الله، الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم أنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها. اللهم انزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.